Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Majesty King Abdullah. صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية الأمين العام غوتيرس فخامة الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني نيابة عن حكومة أندونيسيا أود أن أشكر الأردن ومصر والأمم المتحدة على هذه الاستضافة الكريمة وهذا المؤتمر المهم فإن حكومة أندونيسيا وشعب أندونيسيا يعبرون ومرة أخرى ومرارا وتكرارا عن دعمهم اللامتناهي لاستقلال فلسطين وإيجاد حل حقيقي لهذا الصراع في فلسطين وفي غزة. نحن نتطلع اليوم بأسى بأن الدول التي تعتبر نفسها دول متقدمة بأنها قد تدعم من هنا أو هناك الخروقات للقانون الدولي والاعتداءات على المدنيين وعلى المنشآت المدنية وعلى البنى التحتية والذي يعتبر خرقا صارخا لهذه القوانين وهذه المبادئ. نحن نطلب من الجهتين احترام هذه القوانين وهذه الحقوق للمدنيين وأن نستخدم نحن كل ما بوسعنا من أجل إنفاذ وتطبيق القانون الدولي وأيضا أن نحترم قرارات محكمة العدل الدولية فإن هذه المأساة الإنسانية تقع أمام أعيننا ويجب علينا أن نواجهها بشكل مباشر. أندونيسيا كانت إحدى الدول أو أول الدول التي قامت بدعم قرار السيد بايدن رئيس الولايات المتحدة لوقف مباشر وفوري لإطلاق النار والذي بدوره سوف يقود إلى حل دائم وآمن للصراع في المنطقة وأندونيسيا مستعدة بدورها لتحمل مسؤوليتها وتقديم كل ما يمكن أن يدعم وقف إطلاق النار المباشر وأن يكون هذا القرار نافذا. نحن نؤكد أيضا على مساهمتنا للأونروا وإلى المنظمات الإنسانية الأخرى. نحن مستعدون لأن نقوم بنشر المزيد من الطواقم الطبية والمستشفيات الميدانية للعمل في غزة. نحن جاهزون مرة أخرى لأن يكون هناك نشر لمستشفى وأن يكون هناك تقديم للدعم للمساعدات الجوية قدر الإمكان ونحن مستعدون على إخلاء 1000 من المصابين في غزة لأن يتم تقديم الدعم الطبي لهم في أندونيسيا وأن يعود مرة أخرى إلى غزة عندما يعود الوضع إلى طبيعته ونحن أيضا مستعدون لإخلاء اليتامى والأطفال وأن نقدم لهم ما يسمى بالرعاية ما بعد الصدمة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وأن يعودوا إلى غزة عندما يحين الفرصة لذلك. أيها السيدات والسادة، نحن نتطلع لتقديم الدعم والمساهمة وتحمل المسؤولية حول هذه الجهود ونعتقد ونؤمن بأن الحل لهذه القضية هي حل الدولتين ونعتقد أيضا بأن هذا هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار والأمان في هذه المنطقة. شكرا جزيلا.